موجز لأهم الأخبار من النبأ، أهلا بكم. أفاد المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص باستشهاد 2 من مقاتلي العملية في تقدم قوات البنيان بمنطقة الكمبوات صباح الاثنين. المصدر أوضح للنبأ أن قواتهم سيطرت على مراكز ومواقع جديدة في منطقة الكمبوات، مضيفا أن الاشتباكات توقفت في المنطقة. هذا وكانت قوات البنيان تقدمت في وقت سابق داخل منطقة الجيزة وعمارات 600 في الحي رقم 3 مصحوبة بالمدفعية. قال الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ التابعة لسلاح الجو محمد جنونو إن طائراتهم شنت 10 غارات جوية على تمركزات مجموعات تنظيم الدولة وسط سرت. جنونو أضاف أن الطلعات التي شنتها طائرات الغرفة كانت بين القتالية والإمداد والنقل، حيث نفذت 4 طلعات نقل جرحى من مقر المستشفى الميداني سرت إلى مستشفى مصراتة المركزي. كما أضاف الناطق باسم غرفة الطوارئ أن طيران أفريكوم شن 16 ضربة جوية، ليرتفع بذلك إجمالي ضرباته الجوية إلى أكثر من 190 ضربة جوية. رصد مقاتلو مجلس شورى ثوار بني غازي تحليق طائرة أجنبية جديدة لم يتمكنوا من التعرف على نوعها في المحور الغربي بحسب مصدر من المجلس. المصدر أفاد بتحليق 3 طائرات أجنبيات مساندة لميليشيات الكرامة في الوقت ذاته منذ ساعات الصباح الأولى، دون شن غارات جوية على مواقع سيطرة الثوار بالمحور حتى ظهر اليوم. انطلقت اليوم أعمال اجتماع باريس الذي يناقش الأوضاع في ليبيا بمشاركة عدد من الدول الفاعلة. الاجتماع الذي كانت فرنسا أعلنت عنه عبر الناطق باسم الحكومة الفرنسية بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي المقترح يطرح ملف الأزمة في ليبيا. هذا وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قال إن الاجتماع يناقش سبل بناء جيش ليبي موحد وقوي تحت إمرة السراج، ويكون لحفتر دور فيه، كما يطرح ملف عسكرة البلديات في المنطقة الشرقية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.